انا في دوسلي حالا تجينا و تميت خبره نصرفت تسنجني و تديو تنتوري قتلني مزلي ذا كانت تواجر دنت من الحامو يو كانت تصارف عند صدارين الدوتي لي استغزي بوسل ثنين الولاية ثانية مسالة البرج باجي مختار تندوف أدرار إن صالح يقف الولاية تيميمون أكاوي وريق النظام نغطي السنة ذا كان تواجر دنت في سنين حامو يو كانت تصارف عند صدارين دوتي لي استغزي بوسل ثنين الولاية ثانية مسالة الجلد لا يقف باتنت ويلا دي توريق نسرة في ست سنين في توريق في ثلاثة كانت تواجر ذنت في سنين يوغران تسعور بعين صداري اللي ستغزي بوس الاثنين دي الولاية مبسكرة ولا جلال مغير الوادي ورت ياغو ذو ورقلا دوك سنت النظام الزاران دي دقسني سنفاران نتمري ثديث من ناط نوس وساه نتمري ذي الولاية الطرف في الدوذ ستيدت دي ثاليث النون فذو ميرنان وغارن 3000 نيم طرحان غروذيا نيس نسويا أرنو غروين يالدين 5 نيس نسويا إيمين وثن هشام قاسمي وغلط صورتك خمسة نيسنسويون إيقلدين دوكمو دوبا فوذي وطون نيسنسويون ذي الولاية بس وكان 3000 نيم طرحان دي سن فرنس ويسفيد دي ثمنات نوسو سانة مريث البطاح ذي الولاية نتعرف موقع البطاح السنة شارك بقوة بمؤسسات جديدة قرى سياحية ذات نوعية ثلاث مؤسسات في موقع البطاح فقط يعني ثلاث مؤسسات دخلت الخدمة بالإضافة إلى مؤسستين كانوا في الخدمة من قبل وبالتالي موقع البطاح حاليا فيه خمس مؤسسات عبارة عن قرى سياحية بطاقة استيعاب معتبرة راهي في الخدمة نصوب غار ثمنات نسوسان تمريث البطاح ونفد تزور اللقديش دي شرب وذيانا نتمريث ميت فنديت سعادة كفونسان وين كدي لان ديك تفتر توليلين ولاش سبارة دفني مولا نسم فرنقي سالسي سهل زندي لان صغوريم ذبران الدولة راهي رافقت وساهمت ومدت يد العون يعني بنسبة كبيرة من خلال انها الدولة اصلا توصيات السيد الوالي ولاية الطارف للسيدة مديرة السياحة للمتابعة المستمرة، يعني كانت هناك خلال قبل فتح موسم الصياف كانت السلطات المحلية لولاية الطارف انها تتابع بكل كبيرة وصغيرة من حيث انها اليوم عبدت الطريق واصبحت الطريق معبدة يعني اللي كانت تعاني مدة سنوات. نشكر المجهودات اللي قامت بها السلطات الولائية لمرافقة هذا المشروع والغاية منه هو إنجاح هذا المشروع السياحي في منطقة التوسع السياحي البطاح والذي من شأنه أن يكون معنا في المستقبل نقطة جذب سياحي في الجهة ويساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية. دادي نتمريث ما ينوثني زمران درنون محي حديث ذمسة السوكسان وغور نغيمين بغير اللقديش دوس فديت نودادي سوما ولقديشات ذوي ذرايل دين الفيداني مريان تتوسع استمدان تمكوري ذي ثغيوان تنبيطام دي الولاية مباركة ذا سنفار وتسمى ديران أزالي سيت مناطقي داين سويس ديوغالة ساعد حريقة أهنين الغروز ذي سكان نتغيوان تنبيطام ذي الولاية مباركة المنتدبة وفين ذي لابيسين الجواري ذا مكان إغر رقلن سيث صدارين الحمان إعلان ويلا ثيلان تعدى إي ربعين صدارين والسناي هو مسبح جواري في منطقة نائية في بلدية بيطام يعتبر متنفس الوحيد للمنطقة صراحة وجيت نعوم هنايا ونشكره اللي حل لبسين هذا ونشكره شكرة كبيرة هذا المسبح نظيف بارد في كل الأمان وهذا هو محسوب البحر نتاعنا جينا البيطام من لبسين ربي يبارك ما شاء الله نظافة تنظيم والله إلا متنفس رائع هذا الأولاد وخاصة أولاد دا بلدية بيطام تايو النفق بدن في لابيسينايا تقني لزم نوكل وحضاين تزمارت وصل خصوص لصغاري مزانين غير طبق نوموبي احنا الدور نتاعنا حماية الأطفال من الغرق من أي حاجة الحمد لله رب العالمين عندنا 7 سنين احنا خدامة رانا الحمد لله يا رب العالمين النظافة اللي رانا نشوفوا فيها حاليا والمؤسسة هذه تعتبر يعني نموذجية بالنسبة لولاية باتنا السبب يعني الرئيسي تاعها هو انضباط الاطارات اللي معنا صراحه والعمال لكم بصفه عامه. ايوا اسمك تيفون قروب اللي لابيسينايا نتا ذا مكان يحلى خير لا وتسند غير سيوذان ماشي غير سيت غيوان في البيطام حتى سيت غيوان نقت والحقني الولايه في تمثيل. سارنت لول هاد دقسنا توشولين دي الولايه ام البواقي غار توف غادو مراح دوك فراحني مغرسا لا تغادي سهرات هذاك كيض مي صوبنت في سنوين الحمو يتسالين سواطاس دوك زال عبد الرزاق نزاريو غلط صورتك.
اذتيكي اذتيكونا في نتيكين تسوى شولين دي الولاية أم البواقي دي سهرة ثقيطة دي ثالث النون فذو لدغا ذوك فراح ني مغرسا ميولين تفسني وين الحامو ذوك زالة فضاء هذا ما كانش فضاء واحد اخر في عاصمه الولايه ولا في الولايه بكل بلاشي الفضاء هذا اللي عندنا هنا الله يبارك الجاردان داخل غاشي تاع عائلات عندنا لي جان دنا ميسباس من هنايا فايت ل 70 كرسي عندنا ايسباس واحد اخر للشباب ثاني اللي يحبوا يقعدوا في بلاصه ايزولي تحت شو هذا فضاء عائلي فضاء عائلي بامتياز يستقطب الكثير من العائلات تاع ام بواقي خاصه الاطفال الصغار عندهم وين يلعبوا عندهم وين يتنفسوا انا نجي يومي مع العائله نتاعي هنا لهذا الفضاء لاني لمست فيه كيما نقولوا احنا للاستقبال الحار حفاوه الاستقبال يعني وكرم الضيافه هنايا نحس روحي وكاني في داري ذي غيميه لما تسح فين تنقوره دقيضه ذو سفيدي سوديان الا ندوق راحني ما غرسان داين تفقان انت ثملي لي نكي الاولاد هم قاعدين مع النافوره هذه الله يبارك واش راح نقول لك خاصه انك تعرف الديار سخانه والاخر نخرجوا نتنفسوا هنايا نكملوا هالليل خلاص ونربحوا نرقدوا برك والله بالنسبه لي انا والله الحمد لله هاك شوف العائلات الناس راهي متبهريه الدعوه مليحه الامور مريقله والله الحمد لله يا ربي على كل حال جينا هنا مش نستمتعوا ونحيوا الجو تاع القرايه من ريوسنا يعني نتمنى من هاد الناس انهم يزيدوا يديروا لنا لي بارك اكثر ومن الولاية أم البواقيث وغال ذخيرين دقس الدائرة ذات غيوانين ولا ذكر الولاية إلا نغف القرافيس يلقي في الدفلاس وقارز أثجن نتمريث ذو استعفو ذياس الثيرة وستيخر ذات تغال غار ثالث نزيك يلا دو أفغاني ناس سيت غيوان تنعسلة ذي الولاية ننعمة ستمن يوون نفلاح انتمنات تلزرين نهار ترزا غار ثمات وغالد أسويين رد نولي لثورة تنسيد علي مطماتي وكامين أبواحي التيرا ذكرى أن تكرزا غفي وانا ياري يزرى غذي صلاطان نتغي وانتا عسلا الولايا ننعمى في رأيت سوغالا غار ثالثي بعضا ماضي ذوق مزروي يلا دو فقاني لس سالسي ولسي ثما أن يوان هيري في اللحن الطمنات هنا نشوفوا الحمار الوحشي الحمار الوحشي وهذا يدل على أن صح المنطقة كان فيها العديد من الحيوانات جينا نستكشفوا بعد ما أبلغنا من أحد المواطنين الفلاحين بالمنطقة عن وجود رسومات وكتابات قديمة نقلنا كمديرية ثقافة كمصلحة التراث لهذه المنطقة وبالطبع وجدنا رسومات وكتابات قديمة من يعود تاريخ العصر الحجري الحديث كتابات تيفناغ ورسومات طريقة التوتيد المعروفة في المنطقة هذه ورانا في صدد العمليات إحصائها ومن ثم جردها وتسجيلها في الجرد الإضافي على مستوى الولاية سامي وين سعنا ثمسل ثذوق حذر ذو سحفي ذرغة في السنزيخ تذي يذلس أرنو ثان مهلاغن يذلسن الولاية ننعمة غارزان غار ومضي قيث غالين أسوزال ذون مأشين يونو ذقن موش غير هذه المحطة هناك العديد من المحطات وكذلك سنعمل على تسجيلها في الجرد الإضافي بالولاية وكذلك تسجيلها في أو تصنيفها في على المستوى الوطني وهذا دائما يدخل في إطار قطاع أعمال ونشاطات قطاع الثقافة والفنون لحماية التراث التعريف به والترويج له حتى نخلق قطب ثقافي سياحي إيميت زاير ستجمع تكسف شوفان الفر أذيرس وين دي سيفل وفلاح أتسيمرنا غار وزالة ماركانتي تكسف الولاية ننعمة سوذا مفريد ذات زاير السومثة إيه كان لي نصاد دي ذو نعرثة كراني سالنس نزيخ ذو نعرثة كلتني ذو نعرث سامير سنمير ترجم